عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة رندا أحمد إبراهيم، ليكشر في السيل جين سيل بيولوجي. هكلمكم النهاردة على الجزء الثالث من اليورينري سيستم، اللي بيتكلم عن هيستولوجي اوف اكسترنال كولكتنج سيستم. باي ذا اند اوف ذيس ليكشر المفروض ان احنا نعرف شوية معلومات كده عن الكولكتنج سيستم. طبعا احنا عندنا كولكتنج تيوبيول، في حاجة اسمها internal collecting tubule وفي external collecting tubule. طبعا درسنا التفاصيل المملة في ال urinary system ال part 1 وال part 2، عرفنا ال structure of the kidney وال structure of the internal tubule. هنبتدي النهاردة نتكلم عن الجزء الخارجي او ال external collecting tubule. المفروض ان احنا بنعمل description ال histological structure of minor calyces, major calyces, renal pelvis, ureter, bladder and urethra, و identify transitional epithelium which is characteristic to all urinary passages. اكي الاكسكريتوري باسجز، المكان اللي بيتجمع فيه اليورين. لو هنبتدي هنتكلم ان في حاجة اسمها minor calyces، هنا في حاجة عندنا اسمها renal pyramid. الرينال بيراميد دوت في نهايته حاجة اسمها رينال بابيلي. البيراميد دوت ليه طبعا بيز وللايبكس، النهايه بتاعته بيبقى في حاجه اسمها ماينور كاليسس. 2 و 3 ماينور كاليسس بيتجمعوا عشان يعمل لك حاجه اسمها ميجور كاليسس. الميجور كاليسس بيتجمعوا عشان خاطر يعمل لك في الاخر البلبس اوف ذا كيدني، والبلبس دوت هيديك بعد كده اللي هو اليوريتر. طبعا عندنا اليوريتر ده هينتهي في حاجه اسمها ايرينا بلادر اللي هي المثانه. اليوريتر ده اللي هو الحالب، وبعد كده في الاخر خالص اليورينري بلادر هيفتح على الاكسترنال انفايرمنت ثرو السنجل يوريثرا. طيب الاستراكشر كله بقى، الفريم بتاع اليورينري باسجز عموما بيتكون من 3 لايرز مينلي، حاجه اسمها ميكوزا والماسكولوسا وفي سيروزا بره او يعني او الكونكتيف تيشو المحاط بيه من بره. الميكوزا غالبا اللي هو اليورينري ايبيثيليوم اللي هو اسمه ايه بقى، ترانزيشنال ايبيثيليوم، تحتي لاير اوف لوس كونكتيف تيشو. بعد كده بيبقى فيه شويه مصل ارينجد اكوردنج للاستراكشر، غالبا بتبقى سموث مصل. وفي الاخر خالص بيبقى لو كان يعني لايننج من بره في حته من البروتين كفر ات، فهيبقى الايه السيروز. هنبتدي اول حاجه اللي هي الرينال كاليسس. الرينال كاليسس ديت عباره عن ايه؟ عندنا حاجه سيفرال ميجور اند ماينور كاليسس. هنبتدي لو قلنا اليوريتر اهوت دخل على حته منطقه كده في الكيدني اسمها رينال ساينس. الرينال ساينس ديت بتحتوي على الاديبوس كونكتيف تيشو. التيشو تو اتش ماينور كاليسس في رينال بيراميد. لو فكرنا تاني بالرينال بيراميد اهو، ده اسمه الايه رينال بيراميد اهو، ادي رينال بيراميد ليه بيس وفي ايبك. النهايه بتاعته بيبقى بيكون ايه، هيجمع كده الاريا اللي هي الماينور كاليسس، وبعد كده بتخش انت على الميجور كاليسس، وفي الاخر هتخش علينا البلفس وهتخش بعد كده على اليوريتر. الاوتر لايرز هي كده عندنا طبعا في الكيدني كان في كورتكس وفي مظله، بره خالص في عندنا ناحيه الهايلم كده في الايه اللي هو الفايبروس كبسول. شايفين دي اللي اتبس كونكتيف تيشو في المنطقه بتاعه الرينال ايه ساينس. طبعا نفتكر تاني الكيدني عباره كورتكس ومظلة. احنا اتكلمنا عن الجزئيه بتاعه الجزء اللي الانترنال، وبعد كده هيتحول الى اكسترنال كولكتنج تيبيول. بدناها بالمدرر بيراميد وماينور كاليسس، والماينور كاليسس هيبقى يونايتد تو فورم ميجور كاليسس، وبعد كده في الاخر هيديك لينا. اول حاجه هنتكلم عنها دلوقتي اليوريتر. اليوريتر دوت الفانكشن بتاعته ديليفر اليورين فروم كيدني تو اليورينري بلادر. طيب عندنا كام لير زي ما اتفقنا، ميكوزا وماسكولوزا وادفنتيشن. الميكوزا اللي هو اليورينري ايبيثيليوم، مش هنغلط فيه تاني، اي حاجه هنا هنقول له يورينري ايبيثيليوم. دي لو شايفين هنا عامل زي ستار شيب كده، زي ستريكس. الستار شيب ديت بسببه انه حصل فيه فولدنج، بيزود طبعا السيرفيس اريا. لو هنتكلم هنا في ترانزيشن الايبيثيليوم 2 تو 5 لايرز ثيكنس ستريتش وين يوريتر فول، يبقى اللاير ديت بيحصل لها ستريتش. اول ما اليورين يحصل له كوليكشن جوه اليوريتر فبيحصل ستريتش للايبيثيليوم، وده بيديك ايه فرصه ان بيزيد السبيس عشان يشيل اليورين دوت، وبيبقوا 3 تو 5 لاير. طيب تحتيها طبعا اي ايبيثيليوم تحتيه كونكتيف تيشو اللي هي
تو بورد اكوردنج الاستراكشر بقى بتاعنا. هنا هنتكلم عن اليوريتر، فمقسمينه تقسيمه معينه، ان في حاجه ابر تو ثيرد اوف ذا يوريتر، وفي لور تو ثيرد. لو تخيلنا اليوريتر دوت الحته اللي ناحيه الكدني ده الابر تو ثيرد، واللي داخله على ناحيه اليورينري بلادر ده اللور ثيرد. طيب تخيل بقى الابر تو ثيرد ده اللي عباره عن تو لاير، وبرده سموث ماسل انر لونجيتودينال واوتر ايه سيركولار. يبقى انر لونجيتودينال واوتر سيركولار، تمام اهو ادي ده اللونجيتودينال اهو انر، وفي اوتر ايه سيركولار. تمام ده عكس الجي اي تي. احنا فاكرين الجي اي تي دايما كنا لما نحكي على التراكت بتاعت الدايجستيف تراكت كان بنقول انر سيركولار اوتر لونجيتودينال، هنا بقى عكسنا اللايرز، ودي لها علاقه طبعا بالفانكشن والبريستالسيس موفمنت بتاعت اليوريتر. تمام اللور ثيرد اوف ذا يوريتر لا هياخد نفس الكفرنج او اللايننج الشبيه باللي هو داخل، هو راح داخل على مين؟ داخل على اليورينري بلادر، فتلاقي واخد نفس اللايننج اللي هما ايه بقى. طبعا احنا هنا عكسنا الحكايه، فاحنا هنا زي ما ابتدينا بالانر لونجيتودينال برضو هنا انر لونجيتودينال، بس بدل ما كنا بنقول اوتر سيركولار هنقول ميدر سيركولار واوتر لونجيتودينال. تمام هنشوفها في الصورة هتبقى واضحة جدا. اللي هو الثري لاير، يبقى هنا تتخيل هنا في اللور ثيرد هيبقى انر واوتر لونجيتودينال وميدل سيركولار. ده لو كنا بنتكلم على اللور ثيرد، لو كنا بنتكلم على الابر ثيرد اللي هو شبه اليوريتر هيبقى انر لونجيتودينال واوتر سيركولار اوتر. تمام خلصنا كده الماسكولوزا. الادفنتيشيا الحته البرانيه دي عباره عن كونكتيف تيشو. بيقول لك اليوريتر هيتيك اوبليك كورس ثرو بلادر، سو ات از ليومن كلوز داون هون البلادر بيكام ديستنتد وذ يور. تمام يبقى ايه اللي بيخلي ان اليورين ما يرجعش تاني يطلع اليوريتر بعد كده باك وورد تو ذا كيدني ويعمل كده بريشر، وده غلط. ان في ان الاوبليك كورس بتاع اليوريتر هو ده اللي بيسمح لي ان بيحصل له كلوجر افتر ايه البلادر ديستندد. طيب اليورين doesn't pass down the ureter because gravitation force instead muscular contraction of the reticle. شفتوا بقى انا قلت لكم البريستاليز موفمنت ده انا له دور جامد، ان اليورين مش بينزل بس بالجاذبيه بالجرافيتي، لا كمان هو بينزل بالبريستاليز موفمنت الحركه الدوديه بتاعه الايه اليوريتر السموس ماسل اللي فيها عشان ينزل اليورين. ودي اللي انا قلت لكم عليه، يبقى انر لينجوتيود خلاص انر لينجوتيودنال ادي منظره، وادي اوتر سيركولار. وطبعا لو شايفين الرسمه بالعكس انعكاس، يعني احنا هنا الكرسي اللونجوتيودنال هيتسلسل دوائر والسيركولار هيتمدد خطوط، وادي الستار استراكس اللي هي الترانزيشنال ايبيثيليوم خلاص، ودي الاستراكس اليومن ده شكل الايه الستار. خلصنا كده اليوريتر، هنتكلم على اليورين بلادر. طيب اليورين بلادر فايدته ايه؟ ستورز اليورين انتل ات از ريدي تو بي فويد. تمام موجود فين؟ في البلفيك فلور بوستيريور تو بيوبكس. في عظمه عندنا اسمها سيمفيس بيوبس، العظمه ديت موجوده في البلفيك فلور في حوض في الحوض. طب تمام اليورين بلادر موجود فيها. طيب البلادر وود شبه اليوريتر كتير جدا، عباره عن ثري لاير برضه ميكوزا والماسكولوزا والادفنتيشيا، بس الميكوزا هنا احنا هنرغي شويتين كده في نفس الترانزيشن الابيثيليوم بتاع اليورين الابيثيليوم، بس هنا بقى الموديفيكيشن عالي جدا وفي ستراكشر كده هنشوفه خاص يعني سبيشال لليورين بلادر. نشوفه مع بعض. الميكوزا في ذا بلادر ارينجز ان هيمرس فولدز، برضه فيها التنميه الفولدز ديت بتحصل لها ديسابيرنس وين البيكام البلادر بيكام ديستنبز يورين. تخيل التانيات او الفولدز ديت لو كان اليورينري بلادر مليان يورين بيحصل لها ستريتشد وتبقى بتختفي. طبعا ده نوع منها بتزود السيرفيس اريا، وهنشوف ليها فانكشن تانية. طيب اللايننج بتاعها ايه؟ بيبقى اللايننج بتاع الميكوزا ترانزيشنال ايبيثيليوم اللي هو دوم شيب باي نيوكليتد على الابيكال سيرفيس. تعالوا نتفرج عليه اهو، ده الترانزيشنال ايبيثيليوم ده منظره. ادي الايبيثيليوم وتحتيه طبعا الكونكتيف تيشو والسموث ماسل. شايفين الدوم شيب عامله زي القبة بالظبط القباب، وفي كمان باي نيوكليتد ايه سيل. دي كل ده دوم شيب وفي باي نيوكليتد سيل زي ما انتم شايفين. نرجع تاني للكلام بتاعنا، ايه اللي حاصل بعد كده؟ اللي بيقول لك الترانزيشنال ايبيثيليوم هاز دوم شيب سام تايم باي نيوكليتد الابيكال سيرفيس. لما بيحصل ديستنشن
يعني خلاص اليورين بلادر بتبقى مليانه باليورين. اللارج راوند دوم شيب اللي انت شفتها ديت اوف ترانزيشن ابيليثيليوم هيحصل لها ايه؟ استريتشد، هتتشد تو بيكام فلاتن، يبقى بيحصل لها فرد كده وبتحاول. تعالوا نشوف الصوره اللي بعد كده، نشوف ايه الفرق بين قصه ديستندد واستريتشد. ادي الترانزيشن ابيليثيليوم تمام، وادي الدوم شيب في مرحله الريلاكسيشن، يعني اليورين بلادر از امتي ما فيهاش يورين، فتلاقي المنتصب كده وقائم الابيثيليوم والشكل المورفولوجي الطبيعي اللي احنا عارفينه. بصوا التحول بقى بتاع الديورينج بقى الديستنشن او الاسترتش اللي بيحصل على السيلز، هتلاقي انه بدل ما هو طبعا هو نوع ستراتيفايد كيوب، وده الابيثيليوم يعني ايه ستراتيفايد؟ يعني اكتر من لاير. هتلاقي الابيكال بتبقى كيوبويدال والستراتيفايد اللي هو المركب فيه اكتر من لاير لو نفتكر انواع الابيثيليوم. هتلاحظ هنا ترانزيشن يعني تحول، التحول من الشيب اللي هو كيوبويدال هيبقى يتحول الى فلاتن. مش كل الخلايا بتتحول لسكويمس قوي، في بعض الخلايا وخلايا، بس الخلايا اللي اتحولت ديت مش معناته ان حصل فيها باثولوجي. يعني لو حصل تحول باثولوجي هو ده اللي بتخاف منه في قصه التيومر، لكن ده فيسيولوجيكال ايفنت، ان اللي بيحصل تحول ترانزيشن يعني توقيتي او مؤقت للطيب، هذا الطيب اللي هو سيرتيفايد كيوبويدال ابيثيليوم هيتحول للنوع اللي هو سكيموس. طب ليه عمل الحركه دي؟ طبعا عشان يسمح بالسبيسز عشان يتحمل اليورين اللي موجود في حاله الايه فول بلاد. نرجع تاني للكلام. طيب يبقى هو بيقول لك ان the accommodation of the cell shape is performed by unique feature of transition epithelium بلازما لما. طب ايه اللي ساعدنا ان نعمل الحركه ديت؟ بيقول لك ان البلازما لما او السيل ممبرين بتاع الابيثيليوم دوت عباره عن specialized rigid second region اسمها بلاك. البلاك ده انترسبيرت باي نورمال سيل ممبرين، يعني ادي يا سيدي بصوا معايا هنا في الصوره دي واضحه جدا. في اريا عليها البلاك ده اللي انتوا شايفينه تمام. البلاك ده نوع من الموديفيكيشن اللي حاصله او في الجنكشن بتاعه بتوين السيلز طبعا بتاعه الابيثيليوم. موجوده البلاك دوت عباره عن سيكنس كده موجود في الايه في البلازما لما بتاعته. ماله بقى؟ في اريا بيبقى فيها نورمال بلازما لما واريا تانية بيبقى فيها البلاك. الحته اللي فيها البلاك شايفين هنا حصل انفيجينيشن اهو، الحته دي حصل فيها انفيجينيشن. بص المنطقه دي اللي ماسك فيها البلاك بيحصل فيها انفيجينيشن. الانتر بلاك ليجن تبقى فيها نوع اللي هو ايه النورمال بلازما لما تمام. يبقى بيقول لك ايه تاني نراها مع بعضينا، عباره عن الاكوموديشن بتاع السيل دوت انها اتغيرت شكلها بسبب ان الترانزيشنال ابيثيليوم البلازما لما بتاعته في سبيشاليزد ريجست ثيكنس، في مناطق فيها ثيكنس كده اسمها بلاكس انترسبت باي نورمال سيل ممبرين. لما بيحصل البلادر بتبقى امتي فاضيه، البلاك ريجن بتبقى فولدد وشكلها irregular وانجولار كونتور زي انتوا شايفين كده. دي في حاله الامتي هتلاقي انها شكلها irregular وفولدد. طيب بيحصلها ديسابير امتى ويحصل لها ستريتش امتى؟ في حاله الام الفول بلادر. البلاك ديت ليها ميزه تانية مش بس قصه تغير الشكل دوت، لها ميزه اخرى انها بتبقى امبريمبل تو ووتر اند سولت، ما بتسمحش مرور اي حاجه من الاملاح نور ميه، وكاس واكت اس اوزموتيك ايه بارير. وده مهم جدا عشان طبعا بيحمينا من الايه من التوكسيسيتي او التوكسيك ماتيريال اللي موجوده جوه اليورين. السوبرفيشال سيل اوف ذا ترانزيشن ابيثيليوم ماسكه بعضيها بايه بقى؟ بنوع من الجنكشن اسمهم ديسميسوم. ديسميسوم ومش بس كده، وفي تايت ايه جنكشن ده نوع طبعا التايت جنكشن والديسموسوم ده هو ده اللي بيساعد على اوزموتيك بارير. يبقى من الكلام اللي احنا قلنا، عشان في سؤال بيقول لك ايه المميزات الترانزيشن ابيثيليوم اللي بيخليه بيختلف عن اي ابيثيليوم تاني، واشمعنى هو ده سبحان الله اتوجد في اليورين ابيثيليوم. باختصار زي ما قلنا انه في البلاك، والبلاك ديت بتغير من شكلها المورفولوجي بتاعت الخليه، فيؤدي ان بتغير شكلها بدل ما يبقى كيوبويدال هتبقى سكويمس ويحصل لها استريتشنج. تاني حاجه في البلاك ده برضو
بيعمل زي بارير ان هم مش بيسمح للوتر والسولت ان يعدي. تالت حاجه ان اساسا الابيثيليوم في ديسموسوم وايه في تايتل جنكشن، كل الحاجات دي مهمه جدا عشان تركيب الايه ترانزيشن الابيثيليوم. وادي شفنا الصوره بتاعته، وادي منظر الدوم شيب، وادي منظر الريلاكسد، وادي منظر الايه الاسترتش. طيب الماسكروزا البارت 2 اوف رين بلادر زيها زي اليوريتر، بس فاكرين بقى اللي هي اللور سيرد ده المسل فايبر اوف بلادر بتبقى في افري دايركشن طبعا ويز اوت ديستنكت لاير، مش بتبقى واضحه قوي يعني او بره. هنشوف بقى لما تقرب كده هتتفرج عليهم بوضوح اكتر. بيبقى فيه انر لونجيتيودنال وميدل سيركولار واوتر لونجيتيودنال، وواضحين اهو في الصوره انر واوتر لونجيتيودنال والميدل سيركولار. بيقول لك الميدل سيركولار ديت بتعتبر الانترنال سفنكتر ماسل اراود الانترنال اورفيس اوف ذا يوريثرا. عارفين اليوريثرا طبعا في تحكم، التحكم بيجي بين من اللايرز ديت، خلي بالكم عشان ممكن تيجي في الام سي كيو. الادفنتيشيا از ذا اوتر موست كونكتيف تيشو، عباره عن ايه شويه كولاجين فايبر، ولو كان في سيروزا على الايه سوبيريور سيرفس طبعا الرينا بلادر الحته الابر سيرفس بتاعتها او السوبيريور سيرفس متغطيه بريتونيوم عشان كده واخده طبقه من السيروزا. تمام، ده بالنسبه للتركيب بتاع اللي وادي المنظر الثاني اهو تاني بتاع الايه ترانزيشنال ابيثيليوم. ودي منظر برضو اليورنال برادر بس ده سيكشن كده، وادي اليومن بتاع اليورنال برادر والترانزيشن الابيديلي، وادي المصل ودي برضو منظر ليها تاني. وده منظر برضو عشان يوري لك الدوم شيب والباي نيوكليت السيل وهكذا. اخر حاجة نختم بيها اللي هو اليوريثرا. اليوريثرا طبعا عندنا في ميل يوريثرا وفي ميل يوريثرا، ايه الفرق بينهم؟ طبعا الفيميل يوريثرا فيري شورت من 3 تو 4 سنتيمتر، طبعا اكستند من يورين بلادر تو الاكسترنال يوريثرال اورفيس جاست اباف انتيريور اوبننج بتاع الايه الفاجينا. طبعا نفس اللي هي الميكوزا ماسكولوزا وادفنتيشا. طيب احنا كنا بنقول دايما ترانزيشنال ابيثيليوم ترانزيشنال ابيثيليوم، بس انا راح طالعين بره خارج الجسم، فاي حاجه ناحيه الاكسترنال سيرفيس بتاخد شبه الاكسترنال سيرفيس. طب هو الاكسترنال سيرفيس كان ايه؟ ستراتيفايد سكويمس. طبعا كيراتينايزد ده بيكون بره خالص على السيرفيس ناحيه السكين، لكن جوه بيبقى نون كيراتينايزد. خلاص اول ما تظهر بره بقى بتتغير. طبعا في النص بيقول لك في باتشز كده بيبقى في وسط الستراتيفايد سكويمس نون كيراتينايزد حاجه سودو ستراتيفايد كلامينال ابيثيليوم اهو. تمام، وتحتيها طبعا الكونكتيف تيشو، بس تعرف في الكونكتيف تيشو في جلاند مهمه جدا اسمها الليتر جلاند، دي اللي هي الميوكاس سكريتنج جلاند. لما نيجي ندرس بعد كده في الفيميل جينيتال سيستم هنرجع لها تاني، فخلي بالكم منها لانها مهمه جدا، اللي بتعمل لوبريكانت. خلاص، فمهمه جدا للفيميل اللي هي ايه الجلاندس اوف ليتر، لان الميل ليه جلاندس اخرى برضو هنشوف اسمها. الماسكولوزا بقى عباره عن دي الميدل لاير خلاص، ودي تعتبر كونتينيوس اوف ذا بلادر. واليورثرا بيرس البرينيوم، طبعا اليورثرا بتخترق منطقه البرينيوم اليوروجينيتال ديافريم. السفنكتر هنا بيبقى سكيلتال مصر، خلي بالك من قصه سكيلتال مش سموس، عشان ايه بيحصل تحكم بها بولانتري كنترول.